إذا حل السؤال الأول من تمرينات الوحدة الأولى، لدي عددان A و B يحققان علاقة، العلاقة هي 135 A تساوي 225 B. المطلوب حساب النسبة A على B. يجب أن أنتقل من هذه العلاقة 135 A تساوي 225 B إلى A على B، فأقوم بتقسيم الطرفين على 135 B. انسحبت يا ريم، بدك تكملي الحل؟ تفضلي يا ريم. يلا رح قسم طرفي العلاقة على 135 بي. 135 بتساوي مع 135، نعم كمان من بتبقى معنا 225 على 135. بنقسم، بنبسط علشان نقسم A B بنقسم 225 على 5، وال 135 بنقسمها كمان بخمسة، بتصير 45 على 27. كمان بنقسم ال 45 على 9، بنقسم ال 27 على 9، بتصير 5 على 3. A B تساوي 5 على 3. نعم أحسنتي يا ريم، شكرا لمشاركتك، بارك الله بك. إذا المطلوب مني معرفة النسبة A على B كم تساوي، طبعا على الشكل نسبة. فأخذنا العلاقة الموجودة أمامنا وقمنا بتقسيم الطرفين على 135 B، فلاحظنا أن 135 على 135 في الطرف الأول نقوم بالاختصار، وفي الطرف الثاني B على B. يبقى لدي A على B تساوي 225 على 135 وهي النسبة المطلوبة، لكن لا بد من اختصار النسبة إلى أبسط شكل ممكن. فألاحظ أن البسط أستطيع اختصاره على 5، والمقام أيضا أستطيع اختصاره على 5، يصبح لدي A على B تساوي 45 على 27. أقوم أيضا بالاختصار على 7، فيكون لدي A على B تساوي 5 على 3. الآن نفس السؤال الأول، لكن طلب مني أنه إذا كان A ناقص B تساوي 128، فأوجد العددين A و B. إذن إذا كان A ناقص B تساوي 128، فما هي قيمة العدد A وما هي قيمة العدد B؟ من ستشارك في حل هذا السؤال؟ إسراء جلول، في عندي سؤال قبل ما ننتقل لهذا. طيب هلا رح نحله بعدين بنجاوب على سؤالك. أحمد تفضل يا أحمد. أمسي AB يساوي 5 على 3، و A ناقص B على B يساوي 5 ناقص 3 على 3، و 128 على B يساوي 2 على 3، B تساوي 192، و A يساوي 192 زائد 128 يساوي 320. نعم أحسنت يا أحمد، هذا هو الحل الصحيح. أحسنت، بارك الله بك، شكرا لمشاركتك. إذا نعود إلى النسبة التي استنتجناها في الطلب الأول. في الطلب الأول استنتجت أن النسبة A على B تساوي 5 على 3. باستخدام خواص التناسب نحن قلنا نثبت البسط ونضيف كل بسط إلى المقام الموافق له، أو نثبت المقام ونضيف كل مقام إلى البسط الموافق له، لكن هنا ليس لدي إضافة أو جمع، إنما عملية طرح. هل أستطيع إتقان أو استخدام عملية الطرح خواص التناسب كما استخدمت الجمع؟ نعم أستطيع، لكن بشرط. الشرط هنا أن أنتبه أن الجمع عملية تبديلية، فأستطيع تثبيت البسط أو جمعه إلى المقام، تثبيت المقام جمعه إلى البسط، لا مشكلة أبداً. لكن بالنسبة إلى عملية الطرح، الطرح غير تبديلي، الطرح غير تبديلي، فيجب أن أنتبه بالنسبة للأعداد الطبيعية. فلا أستطيع هنا أن أقول 3 ناقص 5، لا أستطيع تثبيت البسط وطرحه من المقام، إذن لأن يصبح لدي في المقام 3 ناقص 5 ويظهر لدي أعداد سالبة. أما الأعداد هنا فيجب أن تكون أعداد طبيعية غير صحيحة. إذن فأكتب أو أثبت المقام وأطرحه من البسط كي يصبح لدي في الطرف الثاني 5 ناقص 3
وهو عدد طبيعي. طبعا A ناقص B وهي 128 أقوم بتعويضها، الB يساوي 2 على 3. طبعا باستخدام خواص التناسب إجضاء الطرفين بالوسطين تكون قيمة البي تساوي 128 ضرب 3 على 2. أيضا إذا ضربنا 128 ضرب 3 يصبح 384 على 2، وبالتالي بي تساوي 192. لإيجاد قيمة A نحن علمنا أن A ناقص B تساوي 128. إذا A ناقص 192 تساوي 128. إذا نقلناها إلى الطرف الآخر تصبح A تساوي 192 زائد 128، وبالتالي A تساوي 320. إذا بذلك يكون قد انتهى السؤال الأول من تمرينات الوحدة.